لكن قاعد ببيت مبسوط وفاتح انترنت، عم دردش مع رفقاتي والملل معوفني حياتي، مو ناقص الا يجي الوالد يسلمني بحكياته ويزيده ويطرقني من كعبة دست محاضرة طويلة عريضة. هلا صرت قد الشنتير تتصرف مثل الولاد ولساتو عقلك صغير ولسه ما تلعب بالالعاب، ما تفقش لي بالانترنت بدل ما تقرا لك شي كتاب. اللي بعمرك صار عنده العيله وبيت وسياره بيكابو، انا كنت بسابع نومي عم بحلم حلم. خلال سنه وحده لازم اوصل لل 100,000 مشترك. مرحبا صحتك، ان شاء الله تكون بخير. بعرف مالك بخير لاني ما في حدا بخير. كل شخص بحياته بحط اهداف لإله، بحط اهداف لإله للسنة اللي جاي لإله لإله. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ كيف احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هذا الفيديو رح يكون سريع شوي. انا خلال 12 شهر رح يكون عندي 100,000 مشترك. رح اتعب ورح شد على حالي شوي لحتى يصير عندي 100,000 مشترك. لا حاجة تهز. وهي السنة رح تكون اصعب سنة بتمر علي لاني عندي بكالوريا، يلي هي تسمى انه شهادة الثانوية. يعني كل اسبوع رح نزل فيديوهين. هاي تخطيطاتي 2025 الشهر السادس، بس يعني انا بنزل هيك بجي بنص السنة لنص السنة اللي بعدها. ماي جاد. وشكرا لهذا التعليق اللي اجاني من الفيديو السابق، انت برأينا افضل يوتيوبر، بتجنن. انا بالفيديوهات الشورتز عم بجيب 10,000 مشاهدة، بس ليش فيديوهات طويلة ما عم بجيب مشاهدات؟ لاني ما عم بستمر. صح، بس لو استمر اكيد رح انجح ورح اوصل روحنا الكاميرا. وهيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو يلي مدته يمكن دقيقتين او مثلا اقل من دقيقتين، ما بعرف. سلام.